السلام عليكم، حاجة عند الشباب. النهاردة بنلعب لعبة، واحد كتبها لي يعني تعليقات، هو اسمه حرب أرضية. فهو أنا لسه بخير على حاجة. ما تنطق يا جدعان، ده انتوا رخمين اوي. هو اللي افتكرك راجل بعض. شكرا كتير للي 12 مشترك وعجبان لل 20. دلوقتي انا عندي تاني قدر الزيعم. اي في ناس تانية موالي فيه الحاجات بتتغير، بس الصراحة اللعبة لغاية دلوقتي حلوة. خلاص كل حاجة كم نشعر. استنى يا شباب، يا شباب دخلنا حد من الخليج. لا 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 احنا اللي كسبنا. ها بص هنا ممكن دول سكلاب. طبعا بعد الدور ده نشوف بقى حاجات. لو الواد اللي عاوزني نلعب تاني اللعبة دي هنخليها مثلا نلعبها كم مرة كمان، يكتب لي في التعليقات العبها تاني. اي واحد عاوز لعبة انا عملتها لك. بس يا شباب انا اسف برضو، اقول لكم هبقول لكم في فيديو بلوك بلوك وانا ابين فيه وشي، واحنا مش هنلاقيه. انا والله شايف شايف نفسي. قول يا جدعان انتي انت مش بقول عمو حمزه موت شوك. يا شباب في حاجات بقى جديدة على القناة، جميل أوي. نفتح الآن. لا جميل. طب اوكي خلينا نغير اللون. كل حاجة طبعا بفلوس. فحاجة يعني ممكن نلعب جيم سوي، نشوف الحاجات، ممكن نشوف الحاجات كمان. مش عارف والله شباب، لسه جديد. لو في اي واحد يعرف اي حاجة يقولي. تمام هنوقف فيها. اي واحد يعرف اي حاجة يقولي. شباب دلوقتي طبعا في واحد بس كان بيقول عليا. طبعا زي ما قلت لكم اي واحد يعرف اي حاجه على اللعبه دي يبدا يقول لي على طول.
ندخل جيم. الواد ده تقريبا عنده النت هيلعب النت شوية. طيب ما اعرف اسمه، بس ما كنتش بنزل فيديوهات ليه، ما كنتش بنزل فيديوهات. فيك يا عم تصبر علينا شوية. احمد مية مية ايه صندوق واحدة مية. هي نفس الحاجة مش عارف ايه، بس يلا بيقول لي خشينا خشينا جايين 20 كوين 30. ممكن بقى نطور على اوكي، ممكن نبدأ في حاجات تانية بقى ممكن نعملها. ايه الحاجات دي شو؟ معرفش زمان النت عندي مش اللي هو أقوى حاجة. خلينا بعد بكره ان هو كلكم النت مصر. ممكن اصلا الفيديو ده ينزل بعد ما نمشي من النت، النت عندنا اصلا مش قوي. الشباب حطيت كلين شوت عشان احضر الفيديو. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.